مين عندنا هاي يا حبايبي، كيفكم؟ مين عندنا سوا؟ هاي إلا. شوفوا إيه عندنا رفيقة إلا. مين اللي هيمول في هاي؟ يعني رفيقة وثانية بنت أختي أليسا. إلا are you happy؟ أليسا is here؟ Yes. كثير مبسوطة يا جماعة. أحكي لكم شو صار معنا. امبارحة شفناهم تمام، أليسا طلبت من أمها تنام عنا بالليل، فقلت لها عادي يا أولاد تسلوا بما إنه عطلة وهيك، فنامت عنا وهلا قبل شوي فاقوا ولعبوا واكلوا، واجا وقت نطلع من البيت فطلبت من أليسا انه اظبط لها شعراتها. وبعدها لوين رايحين سوا؟ رايحين على بيت ماما وبابا. yes. رايحين على بيت اهلي يا جماعه. اكيد انتم بالفيديوهات الماضيه مره او مرتين شفتوا امي وابي، بس اليوم رح نقضي تقريبا يوم كامل عندهم. رح ناكل. جيان شو هات؟ شو هات؟ ايش لابسه؟ يعني والله العظيم يعني لبسك مو كافي. يعني بدي احكي لكم يا جماعه، يعني جيهان لبسه ما بكفيه، لازم تفتش بخزانتي كل يوم وتلبس لبسي. ما بعرف ليش، ما بعرف يعني هذا يعني رجالي شبابي اي شيء. يعني والله العظيم من عدا الاونلاين ومن عدا كل شيء لبسي 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 جيهان. يعني انا ما بحق لي البس لبسك لانه ما بيجي علي، لو يجي علي والله ما كنت اخلي لك قطعة جديدة. بس بناتي انا عادي، بس انت ما بيزبط سوار، لانه ليش بحب اشياء فضفاضة سوار. فضفاضة؟ اشتري شيء فضفاضة فضفاضة. وهلا صار دور الا عم بتقول لي خلينا مثل بعض. يا عمري رح زبط شعرات الي كمان مثل اليسا. يا عمري انت شوفوا مين هون. اتينا اتينا. اوه شو عم تعملي اتينا؟ بس حالها حسبت هي كمان. يوه مشاغبة. شوف شغله صايره مشاغبه كثير كثير كثير. اتينا هلو هلو هلو. بدها تحكي معكم يا جماعه. اوه بدها تشوف الكاميرا الشاشه. بيكابو بيكابو اي سي يو بيكابو. If you're happy and you know, clap your hands, clap, clap. If you're happy, if you're angry and you know, stop your feet, stomp, stomp. Stop your feet. Oh, Atina, my baby, دخيل الله. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. صارنا من زمان ما نزلنا فيديو، طولنا عليكم شوي، بس هذا الشيء رح يكون لصالحكم وصالحنا، لانه عم نحضر مفاجأة كثير 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 كبيرة. يا خوفي يطلع معنا بالاخير. ما رح تتوقعوا ولا حدا، ولا حدا رح يتوقع المفاجأة. ما رح تتوقعوا ولا حدا. شو طيارة؟ هليكوبتر؟ اباتشي؟ الو حبايبي، في مثل ما قال سيوار في شغلات عم نتحضر لها قريبا رح تعرفوها. كل شيء وقته حلو. متحمس كثير. خلاص دوري بدي احكي. انا متحمس. عم تحكي بس فكيف هن؟ ما بعرف. خايفه بالاخير يطلع كله مقلب مثل ما قلب السفر. والله سوار وقتها، والله وقت انا بايدي بسلمك للبوليس. ايدي الجاكيت، هذا الجاكيت اشتريته بكومة حجر. هلو حبايبي، اليوم رجعنا لكم فيديو كثير حلو، اشياء بتحبوها. انا بقول لسيور، سيور ليش ما عم اشارككم يومياتنا؟ انا بدي فيديوهات قفز من الطائره وتحديات وشغلات كبيره وما راح تتوقع. لا انا برايي سيور، ليش الكاميرا مايله؟ انا برايي بين فتره وفتره نعرفهم على حياتنا، على روتينا، على عائلتنا. الناس هيك بتحب سيور. طب انتم شو رايكم؟ انتم بتحبوا هيك فيديوهات؟ جيهان دوما عم تقول لي لازم نصور فيديوهات بسيطه بالبيت، نجي روتين يومياتنا، وانا بقول انه لازم يكون في شيء بالفيديو، شيء يعني نعمل شيء، لازم ينط مثل ما. فاكتبوا لنا بالتعليقات اذا بتحبوا هيك نعمل الفيديوهات ولا ثانيه، فمشان نكمل وتكونوا انتوا، يعني انتوا الخيار دوم لكم، لانه كل شيء عم نعمله كرمالنا وكرمالكم. فهلا هلا رايحين لبيت اهل سوار، بيت حماتي، حياتي، ماما وبابا. رح نروح ناكل مع بعض. المهم رح نقضي يوم هيك هنيك معهم، يوم يكون حلو هيك، يوم هيك معفعف بالحنان والدفى وكل شيء، وماما وبابا. ورح نشوف شو رح ناكل. ايه بالاول رايحين على السوبر ماركت. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تحطوا لايك بالفيديو، تابعونا على الانستغرام والتيك توك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. قناة جيهان. قناة جيهان لسه معلق على 11000، يعني والله العظيم ما بعرف. والله كفو. فالكل يروح هلا هجوم عشوائي على قناة جيهان ويشترك بصفحة جيهان وبقناتها مشان تدعموها تنزل فيديوهات حلوة هيك دوم. شكرا. يلا نبلش الفيديو. ليتس جو. يا جماعة شوفوا، لسه ما عند اخوات صغار. شو عم بصير سوار؟
والله ما في شيء وراي بس ليش عم زمر؟ في جني. في جني. المهم لسه اخذ دور اخت الكبيرة، كتير كتير بتحب التينة، فقالت انا رح طعميها حليب. من هالشي هي عم تطعميها هلا. هاي وصلنا على الماركت. التينة التينة كانت نايمة، هلا فاقت، هلا فاقت من النوم. يا عمري جاي شو رح ناخذ؟ رح ناخذ صدر دجاج. رح نعمل مثل المشاوي بس في على المنقل الكهربائي هذا، على الجريل يعني. فرح ناخذ صدر. خطر. طيب خطر شو ناخذ هلا؟ نشوف. تعرف يا عم لادن جان يا جماعه خلاص معقول فاضي يوم سبت؟ الزحمه كثير. سوبر ماركت ما في صدر دجاج. ما في صدر دجاج بالعاده، كمان بحطه هون. هاي بشوفه يعني، واذا عاملين عروضات مجاعه. شو هاد؟ ايش رح ناخذ؟ سوار بس بقيان هاد. لك طلع مخبين تحت. والله هذا شغل مين؟ ما بعرف مين مخبي. شغلك انت. شغلي؟ شو بعرف؟ المهم طلع على عينك كثير، اكثر اثنين. ما بعرف نخلي لحدا ولا ناخذ نحن الاثنين، ايش رايك؟ انا برايي خدي وحده وعيشي وحده. حرام خلي غيرنا ياخذ جهه. تكفينا وحده؟ مشان حدا ثاني كمان ياخذ. فقررنا ناخذ جوانح. هي؟ نفس الشيء جيهان شبك؟ اي والله نفس الشيء، بس بحس هي مرتبة أكثر من هالشيء. هلا بطني ما بده شيء مرتب يعني عادي، الكل عم يفوت على البطن. كيف ما كان بدنا ناخذ توابل كمان تبع الزبوج. All McDonald's هذا فارم. يا 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 أتينا. If you happy and you know clap your hands. If you happy peekaboo. Peekaboo. Oh. Peekaboo, I see you. Peekaboo, Athena. جان لمين الورد؟ لحماتي. بعرف الورد للورد، الورد لماما. حماتي كثير بتحب الورود، رح اخذ لها هي الحمراء. الباب معلق ما عم بينفتح، حماتي حرام نزلت. أتينا كتير متعلقة بماما وبابا. شوف 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 شافت ماما. شو مامي؟ أتينا كتير متعلقة فيهم. يا عمري يا عمري أتوني أني إلا أني أتوني. انا الكاميرا بايدي خود عشان انا كمان اسلم على حماتي. هاتين تانتون رايح اجيب الاغراض، اخذ كيس واجيب الاغراض. يا زلمه يلا حملت اتينا لانه امي ما فيها تطلع على الدرج. هاي نشوف ردة فعل اتينا ونشوف بابا هالمرة. بابا؟ كو بابا؟ بابا؟ هاي بابا؟ بابا؟ هاي بابا؟ 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 بابا اتينا اتينا بابا اتينا بابا ابي شوي تعبان. اتين كامي حماتي جبت لك ورد احمر تبع دبلت مثل ما قلنا لكم، هلا رح احطه بالمزارية. شوف ما في مكان. وين هديك سيور؟ هني كانت. ايه رح نحط هاي بالمزارية. هي كثير بتحب الورد، شايفين البيت كيف صاير؟ ها؟ هذا كان عندنا شتلة صغيرة، شوفوا راح من هون من هون من هون لهون. لسه سيو لسه عم بتروح. وصلت لهون والطرف الثاني وصلنا لهون. اعتقد رح يصير كل البيت هيك سيوار حلقة. أتينا كتير بتنبسط وقت نجي على بيت بابا وماما. فيا جماعة مثل ما قلت لكم بابا شوي تعبان وهيك، فما في شي خطر بس شوي تعبان، فالحمد لله الله يشفي الجميع. فيا جماعة الشيء اللي رح نعمله انه اول شيء جيهان
وماما رح يعملوا الاكل، وانا طبعا الزواق رح اقيم الاكل واشوف قديش بعطي من 10. الله انت 10 من 10، انا رح تاكل لانه اكل امي طبعا 10 من 10. مين يا جماعه ما بحب اكل امه؟ بدك كمون كزبره؟ رح نروح على توابل حماتي هي شو بتحط. لازم هذا كله شويه ملح لانه البهارات الدجاج كمان جاع بدي اكله هيك. اي والله سوار هي ملح ما شو هي جماعه؟ هي مشان التونه شوربه عدس. خليني اشيل هي شوربه عدس. يس. فرح ينعمل على هذا الجريل. هذا اذا ما عندكم بلكون او يكون جو مشتيه يعني فيكم تعملوا مثل الشوي. هي بتيجي مثل سخانه هيك. فكثير شغلات سواد أطيب. مثل الصحون بتدخل لتحت اذا في فطر وغيره بتشوها كمان. رح نحط فلفل بس نسينا الفطر. نسينا الفطر يعني كارثه. كنا نحط الفطر هون ونحطها هون. كيف نسينا يا واسي؟ كلهم من الاولاد. يلا خلص ايه بنحط بصل وهيك كل شيء. فالشيء كمان هذا بحكي لكم يا جيهان متعقده من هالقصه انه نفس عاده بابا. بابا اجى على المطبخ وهو ما خلي امي تتحرك بالمطبخ ولا اي شيء ولازم يحط لها مساحته كله بايده. تعبان مو تعبان لازم يجي لمساحته. مع اني يا حرام تعبان وهيك شوي عليكم ما بتعرفون. فجيهان انت نفس الشيء والله. جيهان هي العاده. اي والله ميراث ميراث خلص. جيهان بتتعقد. الله يعيني بكره بدي اعمل شيء لانه انا كمان نفس حركات ابي. ما بخلي امي فهيك نحط الفلفل. يا جماعة المساعدة هيك بتطلع الريحة طيبة إذا الكل يتساعد. بس في شغلة تانية كمان. شو؟ إذا كثروا الطباخين رح تلقى الطبخة. مشاوي. شوفوا كم طباخ هون. مشاوي عادي سوى بالعكس أنا بحب هيك. فشوفوا الكل شغال والكل عم بيحضر بس أنا أنا لأنه أنا الشيف. أنا اللي رح أدور الأكل، أنا رح أقيم، أنا اللي عم بصور، أنا اللي عم بتقط، أنا الدافع يعني كله انا. يعني لو لا شلون بدك تزبط كل هالقصص؟ سوالف هاي اللي بقول انا 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 يامي. هي 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 ستوب. شو عم تعملي؟ شبك؟ شو عم بتعملي ليلي؟ جوانح رح نقليهم هدول. الجوانح بتعرفي هي الطريقه اللي انا بعملها بتطلع طيبه. فانا اجباري رح اتدخل انزال جوي دخول عشوائي. الجوانح جيهان قطعيهم وبس حطي ملح وبعدين ديركت على القلايه لا تحطي شيء ثاني. شوفوا الاولاد شو عم بيعملوا. اتينا هاي اوه الا هدول عم بيعملوا رسم مثلهم. شلون مثلهم الا؟ هبا اه مثل هاي. وانا عم باشر على التلفزيون قلت شلون عم بيعملوا فيلم كرتون. اوكي ده اوه ماي تبع اليسا اوغماي تبع الا اوغماي عم بيعملوا نفس هي. واتينا من هون لهنيك ومن هنيك لهون تحت. هيك صار الشكل النهائي. بابا قرر يحط بصل وبندوره تحت وبعدين يجيب الدعم من فوق. وهون كمان جهز الجوانح. هدول لازم نحطه بالقلايه. ماما حطت الورد هون بالفازة وهلا شغلناها مستنى لبين ما تستوي. حط الجوانح هون. بابا كتير بحب المطبخ. يا جماعة ما حدا يكتب لي انه انت واقف وابوك عم تخليه يطبخ هيك. انا عايفه لانه بابا بحب يعمل كل شيء بايده خاصة وقت يجي حدا من العيلة مثلا نجي نحن او اخواتي. فدائما بابا وماما بحبوا يعملوا شغلات هن بايدهم ونحن ناكل يعني عشان يحسوا حالهم انه لسه هن البيت الكبير وهن لسه يعني مثل ما هن وقت كنا صغار وكانوا يعملوا لنا اكل وهيك. فلهيك انا عايفهم براحتهم وعايفهم انه يعملوا كل شيء بايدهم. فشوفوا بلشوا يستووا شوي شوي. ها مش هيك بابا؟ بقي شوي بنقلبه الطرف الثاني. بنقلبه الطرف الثاني بابا عم بقلبه على الطرف الثاني هلا.
سلام. تحت شو صار فيهم بابا؟ هذول التحتانيات بس شوي بده شوي بده ايش بك عم تضحكي علي؟ والله انت 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 بتحبي حدا يستحكم فيني وانا اخاف مو هيك؟ بصير ضعيف قدام اهلك شو بدنا يعني قدامك تكون قوي انا؟ انت بصير اسد. اللهم اكبر غلا. شلون التزيين حبايبي؟ يعني شغلك يا وداد. شلون التزيين؟ قديه بتعطيني من 10؟ شو بدي بابا عم بتطلع عليك؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ يا سلام. شلون يا جماعة؟ تفضل حبيب. If you're happy, hello, boy. If you're happy and you know, clap your hands, clap, clap. Allah, 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 wa Allah. وهدول هيك عم بيطلعوا. شوفوا 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 القشقشة. قشقشة. يا جماعة دق الباب. اجونا ضيوف بالوقت الغير المناسب. بالوقت المناسب اجت اختي وصهري بالوقت المناسب. انا قلت ما قلت بالوقت الغير مناسب يعني. يا هلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضلوا. شوفوا شوفوا شو اجى الاكسترا. هذا تشي كفته. تشي كفته هي اللي بتركيا بيعرفوا شو هي. كبه نيه. ما هي كبه نيه يعني. كبه نيه غير شيء. هي تشي كفته. المهم سيوار قيم لنا الاكل قد ايه بتعطي من 10؟ بدنا نعمل شو؟ شي نظامي. شايفين هاي المثلث؟ اوكي. بتجيبوا وحده من هاي وبتحطوا قطعه من هاي. اوكي. جيبوا وحده من هاي وبتجيبوا وحده من هاي. حطوها هيك شوي شوي طول بالك. وتجيبوا وحده من هاي. ايش صار معنا؟ صار عندنا همبرجر بس بتعملوه على شكل سندويشه. يا صحة وهنا. وبالضيف المتابعين. الله. بعدين على الله يا كريم انت. صحة وهنا. شو؟ مبروك. خلص خلص الأول. أنا ما عم بحكي شيء لأني قدام أهلك مو بالعادة أضل صامتة وأسكت. طيبة؟ صحة وهنا. هاي؟ تشيكن ويكس. جربوها هي الطريقة اللي قلنا لكم إياها كثير بتطلع طيبة هيك. طعمتها بتحس طعمة عن جد جوانح مو توابل وهيك طيبة. صحة وهنا. خلصت الجلي حبايبي وانا عم اتفرج على المسلسل اسماني. هلا شو رح اعمل؟ رح احضر الشاي وروح اعطيه هون ليشربوا الشاي. انا ما بشرب شاي كتير بصراحة بعد الاكل. شربت شوي كولا وبس مشان نهضة مو مشان شي. بتعرفوا مشاوي تقيل شوي. Thank you.
وهيك يا جماعة أول شيء شوفوا نحن وين. نحن دايخين عم تفتحنا مستودع. شوفوا براد وغسالة وفريزة وما بعرف إيش شو. جينا بعد ما خلصنا من إيه؟ بعد ما خلصنا من بيت حماتي رحنا هيك أكلنا مع بعض هيك قعدنا. بعدين جينا لهون طبعاً عطلة لأنه بيت أخذ سوار قالوا تعالوا نسهر وهيك فإجينا لهون. جينا كملنا سهرة هون هلأ الساعة تقريباً 12 جينا نبلش السهرة. سكرنا الباب ودخلنا على المستودع لحد الضجة والصوات ما بتطلع. فالمهم يا جماعة بتمنى هيك تكون حبيتوا هذا الفيديو تبع اليوم. كان فيديو بسيط وحلو كتير 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 وانبسطت كتير مع أمي وأبي. أكيد. الله يطول بعمرهم ويطول بعمر أهاليكم يطول بعمر الجميع. أمين يا رب. وأبوي شوي صحته تعبانة وهيك دولة يا جماعة. فبتمنى بالتعليقات الكل يدعي له بالشفاء العاجل وهيك ربنا يشفيه بأقرب وقت. يس حبايبي لكل حدا جديد بالقناة ما تنسوا اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس لتكم كل شيء جديد وحطوا لايك للفيديو وتابعونا على انستغرام تكتبوا قناتي الخاصة حط لكم صورة من وراء صندوق الوصف فان شاء الله قريبا بتعرفوا على كل العالم. كمان قبل ما نعمل هذا الشيء اذا انتم طبعا بتحبوا هذا الشيء اكتبوا لنا بالكومنتات اتوقع نستمر بهيك انواع من الفيديوهات يس ولا نفوت بجو المقالب التحديات طبعا هنن على الحالتين موجودين بس هيك بس كمان قصدي انه نستمر بهيك انواع فيديوهات كمان ولا لا. فالمهم يا جماعة ضلوا خير ونشوفكم فيديو جديد. باي.